حياكم <applause> الله شباب وياكم مصطفى من قناة الاصفر جيم الفيديو اليوم نحكي عن الموسم السادس من لعبة بيتل في 2042 اللي المفروض كان ينزل يوم 29 8 اللي طبعا دايس كالعادة لازم تخربط وقالوا انه الموسم راح يتأخر لشهر ونص يعني فوق ما اللعبة جاي تموت يموتوا اكثر بس قال لك شنو راح نعوضك بشكم ان شاء الله خلينا هسه نحكي عن التعويض مثل ما قالوا هم وبنهاية الفيديو راح عن تفاصيل الموسم السادس حتى كل الامور قالوا بالشهر ونص الجاي راح ننزل بتل فيد ريدوكس اللي هي شنو ينزلون كل فعاليات المواسم الثاني والثالث والرابع من سكنات ومودات وطريقة لعب بس بعد ما صار فيدباك عليها انه عدلوا النهاي سووا النهاية وبخراط اكثر وهنا يقول لك حتى شنو تلعب المودات القديمة الناس اللي ما لحقتوا جو على اللعبة الجديد ومس الوقت حتى تفتحون كل السكنات الحصرية اللي نزلت بمودات معينة سكن اللي نزل للعبه معينه لمود معين فقال لك حتى تفتحونها الناس اللي ما اللي ما لعبوها مثل مود الشوت داون والصوت كونكويست والراشاك سلاج والكل اسبوع راح يصير حدث هنا مثل ما تشوفون بالصوره اللي قدامكم والمدة ست اسابيع يعني هنا نقدر نعتبره نوع من تجديد حتى انه اللاعبين يجون جديد على اللعبه وترجع شويه اللعبه يكون بيها لاعبين وخصوصا بالشرق الاوسط اللي صراحة هاي السيرفرات جاي تعاني وما بيها لاعبين والمشكله انه متى نقدر نلعب على السيرفرات الاوروبيه مثل ما تعرفون هاي المعاناه اللي مستمرين وياها اللعبه انه ما بيها سيرفر براوزر فيعني يقول لك ملكه اللاعبين يرجعون يلعبوها والصراحه بعد هذا الاعلان اللاعبين هواي هجموا عليهم بتويتر وصارت حكي وانه هذا مو صحيح واصلا احنا الموسم السادس ما عرفنا اي تفاصيل عليه فنزلوا تغريده يقولون بها انه الموسم السادس الخريطه راح تكون من الاجزاء السابقه والخرائط اللي مفضله بالاجزاء السابقه بس نزلنا هيك تيزر بسيط باعلان انه قدرنا نشوف انه جزء من الخريطه راح يكون جو القاع وراح تكون شويه ظلام بالخريطه وراح ينزلون مجموعه اسلحه اكيد ما راح تتجاوز ثلاث اربع اسلحه بالزايد يعني هاي اربع احنا متفائلين جدا ومركبه جديده وهنا على الاغلب راح تكون طياره وناقله جنود حتى مو طياره لا هجوم ولا ابد نتوقع أنه تكون طياره ناقله جنود وراح ينزلون جاجت اضافي بس اتمنى انه هنا ما يكون لا قنابل جديده ولا قاذف قنابل جديده مثل ما سووا وصارت القنابل كل هوايه وقاذف القنابل كلش هوايه وصراحه مرات تصير مزعجه بداخل اللعبه وبالتاكيد راح ينزلون هنا الوان جديده للاسلحه والملابس جديده وحتى للسيارات والمركبات وكل الاشياء هذه اللي تعرفونها بكل موسم ينزل بس المشكله انه هنا بهذا الموسم اللي راح ينزل بعد شهر ونص المفروض راح تكون خريطه واحده واحنا تعودنا بالمواسم السابقه ويا كل خريطه كانوا ينزلونها بالموسم ينزلون اياها خريطه من الخرائط القديمه اعاده تعديل عليها بس هنا ما اعرف شو راح يحلون هاي المشكله لان هواي لاعبين ورا شهر من ما ينزل الموسم تبدي تمل من الخريطه بعد ما حفظ الخريطه وكل لعبها وفتح كل السكنات الموجوده من اللي من اللعبة ويطلع فكانوا بالمواسم السابقه ينزلوا له خريطه يعدلون عليها واللاعبين يرجعون يلعبوها هنا ما اعرف شلون راح يحلون هاي المشكله ممكن يسوون حدث منتصف موسم ينزلون بيه جديده يجذبون بها اللاعبين فانتم شنو رايكم اكتبونا بالتعليقات شنو ممكن يسوون حتى يرجعون اللاعبين او يخلون اللاعبين مستمرين واللعبة احنا ندري كل الزين هي جاي تموت شوية شوية وعلى فكرة على ذكر موت اللعبة بالأيام الجاية اليوم 21 و 23 بهذا الشهر راح يصير تصليح على السيرفرات بيتل فيلد وان وبتل فيلد فور اللي بيها لاعبين أكثر من لاعبين بيتل فيلد عام يعني احنا كل زين نعرف بيتل فيلد فور كان كلش قوية اللعبة وطبعا بيتل فيلد وان هذه ما عليها اي نقاش اقوى لعبة نزلوها تقريبا دايس يعني بعد بيتل فيلد ثري اللي هواي ناس يحمدون بها وصراحة انا ما جربتها اصلا بس بيتل فيلد وان كانت فتشي 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 بكل تفاصيلها من اللعبة من التعديلات اللي عليها من الخراط اللي كانت كلش هواية من الساوند تراك اللي ما ينمل اصلا طريقة اللعب واي اللي مجربها يعرفها كل الزين ف راح يصير على التعديلات على السيرفرات مالته وتصليحات شوي بها مشاكل راح يصلحوها وقلت لك هواي لاعبين مستمرين ذي الاجزاء طبعا احسن ما يجون على المشاكل الموجوده بهاي اللعبه اللي يعني تعتبر حاليا مستقره نوعا ما ولهنا خلصنا معلومات الموسم السادس صراحه معلومات مو هو يعني هذا الموجود حاليا فاذكرونا بالتعليقات اذا عندكم اضافه معلومه جديده او عندكم فد استفسار نقدر نجاوبكم عليه اكتبونا بالتعليقات وان شاء الله أرد عليكم شكرا على المتابعه